الآن معنا من بيروت دكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي. دكتور توفيق أهلا بك، كيف قرأت هذه التهديدات الصريحة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت بأن هناك الكثير من المفاجآت في جعبة إسرائيل؟ تحياتي أولا إليك وإلى الزميل الكريم وأيضا إلى كل المشاهدين. واضح تماما بأن البيانات المتلاحقة والمتعاقبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بدفع سكان وأهالي جنوب لبنان النزوح حرب ضد الناس، وبالتالي حرب بدون أهداف عسكرية على الإطلاق بعد استنفاذ الأهداف العسكرية أو لنقل بنك الأهداف السابق. الأمر نفسه بدون شك ينطبق أيضا على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كل يوم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات متلاحقة بإخلاء هذه المنطقة أو تلك. هي حرب على الناس، وأعتقد أيضا من أجل ترويع الناس وإيجاد نوع من الفصل بين ما يعرف بلبنان بين المقاومة وبين بيئة المقاومة أو بين جمهور المقاومة والمقاومة بحد ذاتها. وهذا أيضا يعني لو توسحت قليلا بالحديث أيضا بأنه الاستهدافات والاعتداءات شبه اليومية أيضا على المعابر بين لبنان وسوريا والذي وصلت إلى ذروتها هذا اليوم، هو أيضا الضغط يعني على الناس أو بصورة أساسية على من يحاول النزوح إلى سوريا. الأكثر من ذلك بأنه حتى الطرق يتم قصفها من أجل محاصرة الناس، وبالتالي إيجاد نوع من الشرخ بين المقاومة وبين جمهورها أو بين اللبنانيين عموما وبين المقاومة. ومن جهة أخرى أيضا يعني يمكن القول بأنه بعد الخسائر الفادحة البشرية التي منيت بها قوات الاحتلال على مدى 3 أيام الماضية، هذا يعني في عجز على المستوى البري وعلى الالتحام. يعني قوات الاحتلال بدون شك يعني استخدمت أقصى ما لديها وذروة ما لديها بما يعرف بالتفوق الجوي أو القتال من الجو أو من فوق، لكن على الأرض أو كما يعرف بأن القتال من تحت. وعرف تماما بأنه رغم المعارك الضارية يعني لم تستطع أن تتقدم مترا واحدا. نعم، الصوت ربما فيه بعض الخلل التقني على أي حال. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من بيروت دكتور توفيق شومان الكاتب والباحث السياسي.